مرحبا، هل أنت متحدث أصلي للغة العربية؟ هل أنت من جذور عربية؟ هل أنت من غير الناطقين بالعربية ولكنك في المستوى المتقدم؟ هل أنت ممن يعملون في المنظمات الدولية؟ هل أنت ممن يعملون في وزارة الخارجية؟ إذا كنت واحداً من هؤلاء وتريد أن تتقن اللغة العربية الأكاديمية وفن تحليل الخطاب، فأنت واحد من المؤهلين لدراسة المستوى السادس في الورشة الصيفية للغة العربية. في هذا المستوى سنركز على الفصحى الأكاديمية المتخصصة وتحليل الخطاب على اختلاف أنواعه، سواء أكان خطاباً سياسياً أم دينياً أم أدبياً أم تاريخياً أم ثقافياً إلى غير ذلك من أنواع الخطاب. معنا سيكون لديك فرصة رائعة لتحاور وتناقش على الهواء مباشرة مجموعة كبيرة من كبار الخبراء والمتخصصين والشخصيات السياسية والإعلامية والأدبية والدينية والاقتصادية من مختلف البلاد العربية وحول العالم. سيكون لديك فرصة لتتقن تحليل الخطاب العربي، والذي سيساعدك ولا شك في تنمية مستوى اللغة العربية الأكاديمية لديك، والتي سيكون لها تأثير على أدائك اللغوي في عملك أو معاملاتك أو كتاباتك، فضلاً عن العديد من المفاجآت. فسارعوا بالانضمام إلينا وكونوا من المتميزين في مجال تخصصكم من خلال إتقانكم للغة العربية الأكاديمية. انضموا إلينا وكونوا جزءاً من هذه الدورة معي أنا عطية يوسف من الورشة الصيفية للغة العربية بجامعة إنديانا.